أسعد الله صباحكم يا ثالث، كيف أصبحتم؟ اليوم هو الاثنين، وأخذنا في الأمس قاعدة المثنى وسنعيد مراجعتها الآن. قلنا المثنى هو اسم يدل على اثنين، قلنا اسم يدل على اثنين للمذكر أو اثنتين للمؤنث من جنس واحد. ماذا قلنا يعني من جنس واحد؟ أي من نوع واحد، وينتهي بآخر الكلمة إما بألف ونون أو ياء ونون، وينتهي بآخر الكلمة إما بألف ونون أو ياء ونون. قلنا دائما حركة نون المثنى في نهاية الكلمة ما هي حركتها؟ الكسرة. إذن ما هي حركتها؟ الكسرة. رائعون. وسنتعرف على إعرابه في الصفوف العليا عندما نكبر قليلا إن شاء الله. ذكرنا أمثلة في الأمس، لكن الآن سنأخذ أمثلة أخرى جديدة. أولا، عالج الطبيبان المرضى. عالج الطبيبان المرضى. أين المثنى هنا يا ثالث؟ الطبيبان. أحسنتم، الطبيبان. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الكلمة انتهت بألف ونون وحركتها الكسرة، ولو أردنا حذف الألف والنون من الكلمة فإنها تصبح الطبيب. هل تغير على معنى الكلمة شيء؟ لم يتغير، إذن هي مثنى. الجملة الثانية، الفلاحان ذاهبان إلى الحقل. أين المثنى هنا؟ الفلاحان. أحسنتم. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الكلمة انتهت بألف ونون وحركتها الكسرة. رائعون. لكن هل هناك إثبات آخر على ذلك؟ ما هو؟ إذا حذفنا الألف والنون من الكلمة فإنها تصبح الفلاح. هل تغير على معنى الكلمة شيء؟ لم يتغير. أحسنتم. وهنا على ماذا يدل الفلاحان؟ على مثنى مذكر، يدل على مثنى مذكر. أحسنتم. نأتي للجملة الثالثة، إن المعلمتين متميزتان. إن المعلمتين متميزتان. من يقول لي أين المثنى في الجملة هنا؟ المعلمتين. أبدعتم. وأيضا متميزتان. أحسنتم. كيف عرفنا ذلك؟ لأن المعلمتين انتهت بياء ونون وحركتها الكسرة، ولو حذفنا الياء والنون من الكلمة فإنها تصبح المعلمة. هل تغير على معناها شيء؟ لم يتغير على معناها شيء. رائعون. متميزتان. متميزتان هنا أيضا مثنى مؤنث. كيف عرفنا؟ لأنها انتهت بألف ونون وحركتها الكسرة. رائعون. نأتي للجملة الرابعة، سافرت بالطائرة إلى دولتين. إلى دولتين. أين المثنى؟ دولتين. أحسنتم. لماذا؟ لأنها انتهت بياء ونون وحركتها الكسرة. الجملة الخامسة، الفتاتان نشيطتان. الفتاتان نشيطتان. أين هنا المثنى؟ الفتاتان. أحسنتم. وأيضا نشيطتان. رائعون. كيف عرفنا ذلك؟ لأنها انتهت بألف ونون والكسرة حركتها، وأيضا نشيطتان انتهت بألف ونون وحركتها الكسرة. هل يتغير معنى الكلمة عندما أحذف الألف والنون منهما؟ لن يتغير، فتصبح الفتاة وتصبح كلمة نشيطتان نشيطة. أحمد ومحمد لاعبان ماهران. أين المثنى؟ لاعبان. رائعون. وأيضا ماهران. أحسنتم. لأنها ماذا؟ انتهت بألف ونون وحركتها الكسرة. الجملة السابعة، كتبت على لوحين كبيرين. لوحين كبيرين.
أين المثنى؟ لوحين رائعين، لوحين كبيرين، أحسنتم، لأنها انتهت الكلمة بياء ونون وحركتها الكسرة، وأيضا انتهت بكبيرين بياء ونون وحركتها الكسرة. أبدعتم يا ثالث. لنأتي إلى هذه الكلمات التالية. كلمة مزارع، مزارع على ماذا تدل؟ على مفرد. هل هي اسم؟ نعم اسم. إذن لو أردنا أن نعمل مثنى منها أو اثنين، ماذا نضع؟ الألف والنون أو الياء والنون؟ ما هي حركتها؟ الكسرة، رائعون. إذن تصبح مزارعان، مزارعين، مزارعين، مزارعان، مزارعين، أحسنتم. إذن انتهت مزارعان إلى المثنى المذكر بألف ونون وحركتها الكسرة، وأيضا للمثنى المذكر بياء ونون وحركتها الكسرة. وردة ماذا تصبح؟ وردتان، وردتين. إذن ماذا انتهت؟ بألف ونون وحركتها الكسرة، وياء ونون وحركتها الكسرة. انتبه هنا يا صغيري، كلمة وردة انتهت بتاء مربوطة، لكن عندما تحولها إلى مثنى فإنها تكتب تاء مفتوحة وتضاف لها الألف والنون. نأتي إلى كلمة رسمة، رسمة ماذا تصبح للمثنى؟ هيا هيا قولوا لي. رسمتان، رائعون، رسمتان، وأيضا رسمتين، أحسنتم. إذن هي مثنى مؤنث، انتهت بألف ونون وياء ونون. انظر ما للتاء المربوطة، ماذا كتبناها عندما حولناها إلى مثنى؟ تاء مفتوحة وأضفنا لها الألف والنون أو الياء والنون. مسافر على ماذا تدل؟ على مفرد. هل هي مذكر أم مؤنث؟ مذكر، رائعون. هيا أعطني المثنى منها. مسافران، أحسنتم. أيضا مسافرين، رائعون. إذن ماذا يثبت الكلمة بأنها مثنى؟ الألف والنون والياء والنون، رائعون، وأيضا حركتها الكسرة. عالم، عالمان، عالمين، انتهت الكلمة بألف ونون وحركتها الكسرة، وعالمين بياء ونون وحركتها الكسرة. صديقة، صديقة بماذا انتهت؟ بالألف والنون وحركتها الكسرة، وياء ونون وحركتها الكسرة. رائعون يا ثالث، أحسنتم، أحسنتم. والآن يا ثالث سننتقل إلى التدريب الثاني من الدوسية صفحة 26، ونريد أن نصيغ من كل كلمة مثنى على المذكر والمؤنث. اكتب مثنى الأسماء الآتية مع الضبط السليم. لو قلنا كلمة طاولة، مثنى طاولتان، طاولتين. هذه مذكر وهذه مؤنث. كتاب، كتابان، كتابان، كتاب. بين. سلة، سلتان، سلتين، للمؤنث. ملعقتين. إذا
المثنى ينتهي إما بألف ونون أو ياء ونون. نأتي إلى التدريب الثالث. أكمل الجدول التالي بالاسم المناسب. قلمان يريد المفرد من كلمة قلمان من المثنى ما هو؟ رائعون قلم. هنا بنت بنتان. منزلان. سنرجعها إلى الكلمة الأصلية ما هي؟ منزل. خطين. ما أصلها يا ثالث؟ خط. رائع. ساعة. ساعتان. أو نقول ساعتين. علمين. ما مفردها؟ نحذف الياء والنون. علم. رائع يا ثالث.